السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كرام أهلا جديد معكم يا محمد. فيديو جديد من فيديوهات لعبة كونكر أونلاين وعودة سوبر جيلد وور من جديد يا جماعة. أخيرا الحرب سوبر جيلد وور رجعت، هتبدأ من يوم طبعا هي مكتوب من 28/5 لغاية يوم 30/6 إن شاء الله تعالى، يعني حوالي أكتر من شهر. والجدول اللي قدامك ده بيوضح مواعيد الحروب كل أسبوع ونركز في توقيتات، هي نفس التوقيتات بتاعة الجيلد وور عادي خالص، بس المرة دي بجوائز حلوة جدا وتيكتات تجيب بيها كاس الذهب. تفاصيل اكتر هنعرفها من خلال الويب سايت، يلا بينا. طبعا تفرق ما بين سفر الامريكي وسفر الاوروبي بتاعك، ركز ان هو من يوم واحد هيبتدي ان شاء الله، بعد كده 8 15 22 29 نفس المواعيد عادي خالص، بس التوقيتات متغيره، لان يعني طبعا انتوا عارفين السفارات الاوروبيه بتبقى بدري شويه من ناحيه مصر، يعني بتبقى مثلا الساعه 10 الساعه 11 مثلا، او اقول مثلا لغايه الساعه 1 بالليل بتخلص الحروب كلها، لكن الامريكي بتبدا من الفجر. فركز انت بالتوقيتات دي من 12 ل 15، الحرب من 12 ل 15 برضه ركز في التوقيتات دي. ما هي 26 في الاوروبي، يبقى من 12 ل 15 امريكي، والاوروبي من 20 ل 23. الجوائز طبعا برونز برايز، الكاس البرونزي والكاس الفضي والكاس الذهبي. احنا عارفين قبل كده طبعا اكتر من مره قلناها ان السوبر جيلد وور اللي بيكسب بياخد تيكت، والتيكت ده يعني بيقدر او له توكن، التوكن ده ممكن يبدله ب اي نوع من انواع الكاسات دي. اقل واحد فيهم هو البرونز برايز، ده بياخد واحد لورد توكن، ولو بدلته بتاخد عليه 3000 سي بس. لو بدلت اتنين لورد توكن هتقدر تاخد سيلفر برايز 1200 اتش بي و1200 ماجيك و6000 سي بس. لو بدلت ثلاثه لورد توكنز بتقدر تاخد الكاس الذهبي، وده اعلى كاس في اللعبه عموما بقى غير الهولي جريل، يعني ده الكاس المعنى صح قبل الاخير جولد برايز. وطبعا لو جمعت منه 12 بعد كده تقدر تجيب الهولي جريل، يعني انت محتاج تفوز حوالي 12 مرة من السوبر جيلد وور وتجمع 3 توكنات يعني كمان برضه، فاهمني ازاي؟ من كل حرب، لان هما 5 توكنات كل اسبوع توكن، فاهمني ازاي؟ يعني 5 توكنات، يعني ممكن انت تجيب ب 3 توكن لورد جولد برايز، ممكن مثلا الاثنين تديهم من صحابك ولا اي حاجة زي ما انت عايز، غير طبعا السبيس اللي انت هتاخده. وطبعا ما تنساش انت كجيلد ليدر يعني تظبط الممبرز بتوعك عشان خاطر الناس اللي هما بيساعدوك وبيقفوا جنبك، فاهمني ازاي؟ يعني هما اللي بيقفوا جنبك، فما تبقاش ايه يعني ما تبقاش حنوتي بمعنى صح، وتكسب وفي الاخر برضه ما تروقش على الناس اللي معاك. لما تتبدل تقدر لورد توكن تقدر تاخد جولد برايز وكمان جولد تروفي و20000 سي بي اس. كل الايتمات اللي انت هتبقى موجوده دي ان تريدبل، غير السي بي اس، بعيد عن السي بي اس. يعني انت لو عايز تدر اي حد مثلا الكاس لازم هو اللي يبقى الجلد ليدر عشان خاطر يستلم التوكن، وطبعا هيستلم السباس ويقدر ان هو يبدل التوكن ب اي جايزه هو عايزها، تمام؟ فحاجه جميله جدا 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 بصراحه، حاجه جميله واضافه قويه جدا. طبعا سوبر جيلد وور من الايفنتات الحلوه جدا اللي بتحصل فيها كميه لعب وخناقات رهيبه جدا وممتازه بشكل كبير، بجد ممتازه جدا جدا جدا. كان معكم يا أبو محمد من فيديوهات لعبة كونكور لاين، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو في كل جروبات صفحات كونكور لاين. أشوفكم على خير والسلام عليكم.